مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة خمسون الأعضاء النباتية التي آكلها الجزء الثاني إذا في الحصة الماضية كنا قد رأينا أعضاء النباتات التي آكلها كالأوراق مثل الخس السيقان كنبات الكرافت الجذور مثل الجزر واللفت فهذه هي اعضاء النباتات التي قلنا انها تؤكل من طرف الانسان اذا سنكمل دائما الاعضاء النباتيه التي اكلها وضعيه الانطلاق اوضح لليلى بان اللوبيا اللي هي الفاصوليا لا تؤكل مثل الجلبان فاللوبيا ما كتاكلش مثل الجلبان وسنكتب في التساؤل ما هي أجزاء الثمار التي يأكلها الإنسان؟ أو هل ثمار النباتات متشابهة؟ فلكي نوضحها لليلى بأن اللوبيا لا تؤكل مثل الجلبان، فسنبين لها أن أجزاء الثمار مختلفة، إذا سنكتب كيف أميز ما بين عدة أنواع من الثمار؟ كيف؟ أميز بين عدة أنواع عدة أنواع من الثمار علامة الإستفهام سنفترض تختلف ثمار النباتات حسب مكوناتها وطبيعتها فالثمار كتختلف حسب النبتة حسب كذلك طبيعة هذه النبتة إذن تختلف تختلف ثمار النباتات حسب مكوناتها وطبيعتها. أتحقق، ألاحظ الصورتين وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. تؤكل، لا يؤكل. سنفة اللوبياء الخضراء، ثمرة. إذا سنفات اللوبيا سنفات اللوبيا فهي تؤكل بكاملها فهذه اللوبيا تؤكل بكاملها إذن سنفات اللوبيا الخضراء ثمره تؤكل بكاملها وسنفه الجلبان سنفه الجلبان نلاحظ في الصوره سنفات الجلبان ثمره تؤكل بذورها تؤكل بذورها ولا يؤكل غشاؤها ولا يؤكل غشاؤها اذا قلنا سنفه اللوبياء الخضراء ثمره تؤكل بكاملها وسنفات الجلبان ثمرة تؤكل بذورها تؤكل البذور ولا يؤكل غشاؤها إذا من خلال النشاط السابق توصلنا إلى أن الإنسان يأكل ثمارا وبذورا كذلك مثل بذور اللوبيا إذا يأكل الإنسان ثمار مثل التمر التين كذلك الكرموس فهذه ثمار يأكلها الإنسان إذا يأكل الإنسان يأكل الإنسان ثمارا كالتين والتمر وبذورا وبذورا كبذور اللوبيا كبذور اللوبيا قلنا يأكل الإنسان ثمارا كالتين والتمر وبذورا كبذور اللوبيا أستثمر ألاحظ الرسم وأضع سطرا تحت اسم الجزء الذي آكله إذا عندنا في الصورة دلاعة هي دلاحة تمرة جوزة قرقعة تمرة قرقعة ودلاحة فالجزء الذي نأكله غادي تحت منه سطر لب بذور غشاء نواة تمرة غشاء بذرة جوزة إذا في الدلاح نأكل اللب نأكل لب الدلاعة إذا سنضع خطا تحت اللب اما التمره فناكل ماذا ناكل الغشاء ونرمي النواه اذا ناكل الغشاء اما في الجوزه فناكل البذره ولا ناكل الغشاء إذن ناكل البذره اذا راينا بان الانسان ياكل عده اجزاء من النباتات منها الجذور والسيقان والاوراق والبذور والثمار كذلك فياكل البذور كبذور الجلبان بذور الفول وياكل الاوراق والسيقان كاوراق وسيقان الكرفس والثمار كثمار التين ثمار كذلك كالتمر وياكل ايضا الجدر كجدر جدر الفجل كذلك جدر نبته اللفت جدر نبته الجزر فهذه نباتات ياكلها الانسان وراينا ايضا في النشاط الاخير بان الانسان ياكل اللب في الدلاعه ويأكل الغشاء في التمرة كما أنه يأكل البذرة البذرة يأكلها في الجوزة وكذلك في اللوزة أيضا يأكل الزهرة أحيانا فمثلا في الشيفلور فنأكل الزهرة ونأكل الأوراق في الخز إذا هذه النباتات وأجزاء هذه النباتات التي يأكلها الإنسان إذا هذا كل ما رأيناه في الحصتين الحصة هذه وما قبل السابعة يعني في الحصة السادسة وبهذا نكون قد أنهينا تمارين الصفحة خمسون نلتقي في الصفحة رقم واحد وخمسون إلى ذلكم الحين إلى اللقاء